ثلاثة مواقف أثرت على مجريات الجلسات تحت القبة المهيبة للبرلمان الأردني، فحولت الأجواء من مجرد نقاشات بين النواب ورئيس المجلس إلى مشاجرات وملاسنات. فلماذا ظهر شكسبير في إحدى الجلسات وبيدن كان المحاور له؟ وكيف تسبب نائب في ظهور العقال الطائر بجلسة ساخنة؟ وهل الكوتة النسائية كانت مرفوضة بين جدران البرلمان؟ هذا أصل القصة. لم يتوقع أحد من النواب في البرلمان الأردني أن يحضر الشاعر والكاتب المسرحي الذي ذاع صيته في أرجاء العالم يوماً تحت تلك القبة المهيبة، بل إن الأمر ازداد غرابة بأن يكون المحاور له هو جو بايدن الرئيس الأمريكي. فما حدث بين النائب سليمان أبو يحيى ورئيس المجلس أحمد الصفدي جسد المشهد العجيب أمام عدسات الكاميرات. في إحدى جلسات مناقشة قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والذي على ما يبدو لم يلقى أي قبول من النائب سليمان أبو يحيى، حاول أن يوصل فيها النائب وجهة نظره، لكن وسط اعتراضه قلب الحديث باللغة الإنجليزية ليعبر عن مدى عدم قبوله للتعديل على القانون الذي يقتضي إلزام الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات، وذلك قبل التسجيل لدى السلطة. فحينما طلبه الصفدي بالعدول عن الحديث باللغة الإنجليزية قال: تحدث بالعربية يا شكسبير. ليرد سليمان بقوله: حاضر يا بايدن. الأمر الذي لقى تفاعلاً وضجة بأرجاء المملكة بعدما تناوله نشطاء مواقع التواصل. فالواقعة لم تحدث من قبل، لكنها تنضم إلى غيرها من الوقائع الغريبة في البرلمان الأردني. الاعتراض على آراء بعض النواب في مناقشة قانون ما تحت القبة المهيبة للمجلس جسده مشهد عجيب، حينما بدأ نائبان الاشتباك مع بعضهما بسبب مناقشة ملف من الملفات، فألقى النائب السابق صداح الحبشنة على نظيره فايز الشوابكي زجاجات من المياه كانت أمامه حتى تصل إلى صدره أو وجهه، لكنها باءت بالفشل. أحداث متوترة واستمرار لهذا المشهد الغريب الذي ربما سرب إلى قلب الشوابكي أنه لا بد أن يأخذ حقه من الحبشنة الذي لا يزال يتفقد أي شيء يلقيه به، فلجأ إلى التحرك حتى يصل إلى مقربة منه حتى يستطيع أن يشتبك معه. فعلى بعد خطوات من هدفه حال الزملاء الموجودين بالقاعة بين النائبين حتى لا يحتدموا هذا الصراع، لكن الحبشنة قرر أن يستمر في إلقاء أي شيء يقابله على الشوابكي، فوجد عقال زميل كان يجلس بجانبه فخلعه من فوق رأسه وألقاه به، لكن باءت أيضا تلك المحاولة بالفشل. جدل واسع تسببت فيه مقولة النائب الأردني السابق يحيى السعود، الذي عرف في خلال فترة تواجده بالبرلمان بإثارته الدائمة للجدل، لكن الواقعة الأكثر شهرة كانت مشاجرته مع زميلته آنذاك هند الفايز. فهند النائبة التي تمثل الكوتة النسائية في المجلس آنذاك أوضحت أن الكوتة النسائية لها حق أصيل بالمجلس، فهي أفضل من البسطات، في إشارة استفزت السعود لأنه مرشح الشعب في عمان آنذاك وكان يجالسهم في الشوارع وأمام منازلهم. لكن السعود انتقد تواجد الكوتة النسائية بالبرلمان واصفا تواجدهم بخروج على العادات والتقاليد في المملكة. فبرأيكم أي من هذه المواقف أدهشكم أكثر؟ ولماذا تكثر المشاحنات والمشاجرات بين نواب المجلس؟